تفاعل كتير كبير من قبل النجوم عم يحصدوا التحدي اللي أطلقه النجم المصري عمرو دياب لأغنيته الجديدة محسود على السوشيال ميديا. وخلال لقائنا بالفنانة المصرية شيماء المغربي طلبنا منها أن تخوض هيدا التحدي وهيك كانت النتيجة. أوكي أنا قبلت التحدي من النجم الكبير عمرو دياب. محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي أنا دقته كله بيجيب وقته قدامنا طول الليل